خلينا نروح مع حضراتكم بقى للجنة الطفل بالنادي الأهلي، وكانوا عاملين يوم حلو جدا. وهم كل فترة عندنا طبعا أنشطة النادي واللجان المختلفة بتعمل إيفنت مختلف، نشاط مختلف، بتقدم حاجة مختلفة للأعضاء حسب بقى اللجنة يعني المعنية. لجنة الطفل كانت عاملة مهرجان لطيف جدا، خلينا نتابع ونرجع نكمل مع حضراتكم. هو الحقيقه احنا بقالنا فتره كبيره جدا احنا بنعمل ايفنتات تنميه مهارات، بحاول بقدر الامكان ان احنا كنا نرمي مواضيع تنميه المهارات للولاد، سواء ان احنا ما كنا عملنا متجر الطفل بننمي معاه تنميه مهارات البيع والشراء والاعتماد على النفس، برده في الشيف الصغير انه كان يدخل المطبخ ويعمل كده، برده الورش التعليميه والفنيه اللي احنا كنا بنعملها. فطبعا جم في فرع الجزيره اللجنه فكرت ان هي تعمل حاجه مرنه شويه للولاد، نفك الولاد في الاجازه، وحقيقه ان اكتر حاجه تعجبهم طبعا ان هم يعملوا ايفنت زومبا مع الجيم. فكان تواصلوا فعلا مع كابتن احمد العوضي في الجيم، وحاولوا كتير قوي وقت بقالنا كتير قوي بنحاول نعد ازاي نعمل برنامج لاطفال بسن مفتوح، مش ما يعني طبعا مش هينفع سنه واتنين لان مش هيفهم الموضوع، بس على الاقل من اول 4 سنين واعمار مفتوحه نقدر ان احنا نخليهم يلعبوا زومبا ويلعبوا رياضه وفي نفس الوقت حاجه فن يقدروا يستمتعوا بالوقت في النادي. فدايما نحسوا ان احنا بنقدم كل الخدمات وبنقدم كل المهارات، سواء مهارات حركيه فنيه مرحه اي حاجه، ان احنا بنحاول ان نسعد الطفل على قد ما نقدر. بنعمل دايما حاجات مختلفه للاطفال عشان يكون في تنوع. احنا حبينا ان الاطفال تشارك في حاجه فيها رياضه، فبتعاون مع اداره الجيم او الجيم ان يشاركونا في ان هم بيعملوا زومبا وايروبكس والعاب ومسابقات رياضيه للاطفال، يكون في جو من المرح شويه وداخل معاها الرياضه. احنا النهارده ايفنت للاطفال زومبا ايروبكس العاب، الهدف من الايفنت ان هم يعملوا سوشيالايز مع بعض، ان هم يتعرفوا مع بعض، يكونوا صداقات، يخرجوا طاقه. الايفنت الاطفال بتحب الرقص والتنطيط الحاجات دي، الاستراتشنج الاطفال مثلا يشوفوا لو هم عايزين ياخدوا كلاسز. احنا بنعمل من كل فتره للتانيه ايفنتس، في جيف اويز بتتوزع على الاطفال سامبلز للنادي الاهلي. فاحنا يعني من فتره للتانيه عايزين نعمل ايفنتس للاطفال ان هم يتبسطوا بيها، ان لجنة الطفل هدفها مش ترفيهي بس، لا هو ترفيهي تربوي، وفي ايفنتات كرافتس يعملوها بايديهم. الايفنت للاطفال وطبعا المرحله السنيه دي اللي احنا بنلبي فيهم روح الجماعه ان هم زي يشاركوا في ايفنت، والايفنت تمارين رياضيه عشان يستفيدوا من الرياضه عامه، ودي حاجه مهمه ليهم في السن ده عشان بتخلي اصلا تفكيرهم يبقى كويس، صحتهم تبقى كويسه، ودايما ميولهم تبقى رياضيه. رأيي جميل جدا، وبصراحه تعرفت على اصحاب جداد ولاحظت ان الاكتيفيتي حلو جدا ويعني رياضي. لعبنا وتعرفنا على ناس وكده، كان ايفنت بجد جميل جدا، عملنا حاجات كتيره قوي، عملنا نيو فريندز وكمان عملنا اكتيفيتيز كتيره جدا، وبجد كان ايفنت جدا يعني جميل جدا، وبنشكر بجد النادي الاهلي عشان هو عمله وبسطنا جدا النهارده. يعني كان حلو قوي وانا اتبسطت، وفي ناس كانوا عارفينهم وقعدنا نرقص وبسطنا. عجبني وكان حلو قوي، النهارده كنا نرقص وعملنا حاجات كتير قوي. كنت فرحان جدا 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 عشان انا بحب الحفلات. ايفنت النهارده بصراحه كان جميل قوي، عملنا كتير من الاكتيفيتيز، اتعرفت على ناس جداد، لقيت صحابي هناك كتير جدا النهارده. من الاخر كده انا عجبني قوي، عملت رقصت كتير، الموضوع كان جميل من الاخر.